السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب، وحشتونا جدا الفترة اللي فاتت دي في رمضان. احنا ان شاء الله هنكمل النهاردة تسجيلنا لحل المودلز بتاعت المعاصر. ان شاء الله احنا عندنا امتحاننا هيبقى يوم التلات اللي هو هيوافق تقريبا 12/5. احنا عاملين موديل 1 و 2 ونزلناه، وهنعمل 3 و 4 ان شاء الله على قد ما هنقدر. حاول نكون نزلنا لكم لحد اخر موديل بلس. كمان احنا كنا عاملين المحاضرات اللي شرحناها الاونلاين اللي هي بدأ عندنا، كان البريشر عاملين له محاضرة، وعاملين محاضرة للمانوميتر والباروميتر، وعاملين لباسكال احتياطي، وان شاء الله قريب قوي هتلاقوا نزل لكم محاضرة عن الدينستي الجزء الاول. يمكن احنا ما نزلناهاش علشان كان الجزء ده كنا شرحناه لمعظم الناس في كل السنترز يعني، فبالتالي احنا قلنا هنأجله شوية للريفيجن، بحيث يبقى حضرتك ان شاء الله او حضرتك قبل ما تمتحن معاك لكل بارتيشن في المنهج محاضرة شرح وحل كويسة، غير كمان محاضرات الموديل اكزامز او الشرح بقى بتاع الاكزامز، الشرح بتاع المعاصر، وبحيث ان شاء الله لما تيجي تخش يبقى معاك سورس لكل حاجة تقدر تشتغل بيها. وهنعمل تاني قبل الامتحان او يوم الحد يعني ان شاء الله بعد ما تخلصوا المادة اللي قبل الفيزيكس، هنعمل تاني ريبوستنج لكل الحاجات دي اللي هي محاضرات الحل او محاضرات الشرح القديمة ومحاضرات الحل والمحاضرات بتاعة الاكزامز، ونعمل تاني ريبوستنج للرولز القوانين اللي هتحلوا بيها، بحيث تبقى معاكوا كسورس كده قبل ما تخشوا. وربنا ان شاء الله يوفقكوا دايما في نجاح وتفوق، وباذن الله بقى يعدي الموضوع بقى على خير، وان شاء الله ربنا يكرمكم بنتيجة كويسة، واشوفكم ان شاء الله بقى في ثالثة ثانوي. واتمنى ما يكونش اونلاين يعني، يبقى نتعامل مع بعض اكتيفينج يعني او اكتيفيتينج في وش بعض، لكن ان شاء الله الغمة دي تروح على خير، وربنا يديكم يا رب الصحة ونشوفكم على افضل حال. فهنبدأ النهاردة مع بعض بإذن الله المحاضرة أو الحل التالت إكزام في المعاصر، عشان يبقى ماشيين كده إن سيريس مع إيه الامتحانات من 1 ل 2 ل 3. أتمنى اللي ليه أي كومنت أو أي سؤال يبعته لي على الفيس أما بينزل، أو على الشانل بتاعتنا في اليوتيوب لو ليك كومنت أو ليك طلب معين. وتعالوا بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ حل موديل 3. موديل 3 عندنا في المعاصر بيبدأ زي ما انتوا عارفين احنا عندنا تشوز. تعالوا نشوف مع بعض كده اول سؤال هيطلب ايه. هنا بيقول لي choose the correct answer if the pressure difference between two pistons one at the bottom of the mountain and the other at the top equals 2.4 2 by 10 power 4 PA اللي هو باسكال. طبعا الرقم ده هو قال عليه اسمه ايه، قال pressure difference، واحنا عارفين ان البريشر ديفرنس اللي هو رمز بتاعه ايه، دلتا بي، الديفرنس ان بريشر هو الدلتا بي. وبيقول يعني ان لو انا استخدمت الجهاز يقيس لي الفرق البريشر ما بين تحت وفوق اللي هو كان عندنا المانومتر، فالبيستونز دي قاست الارتفاع الديفرنس بتاع البريشر بتاع الليكويد جوه كان عامل بريشر 2 باي 10 باور 4. Then the height of the mountain، هنا هو عايز الايه، الهايت بتاع الماونتن equal approximated كام. تعالوا نشوف السؤال ده هنحله ازاي وهو مديني هنا الدنسي بتاعت الاير تحت ومديني الجرافتي. تعالوا نشوف مع بعض كده هنحلها ازاي. النوع ده من الاسئلة هو كده بيتكلم فيه عن الباروميتر وازاي انا بستخدمه ان انا اقيس فيه فوق وتحت ما بين تو ديفايسز، او سوري اسف، ما بين تو هايتس زي ما اتكلمنا قبل كده. هو هنا الفكره انه ايه، انه اداني الديفرنس في البريشر، الفرق نون باراميتر، ممكن اجيبه واحطه تحت على الجراوند يقيس بريشر، واحطه فوق على ارتفاع معين يقيس البريشر الثاني، فالديفرنس ما بين التو ريدنجز دول تحت وفوق هو نفسه البريشر على الشيء ده. فالديفرنس في البريشر اللي الجهاز قاسه هو نفسه البريشر اللي على الماونتن اللي احنا قلنا عليه. طيب الديفرنس في بريشر اللي هو دلتا بي هو الدهوني صريح واضح بكام، 2 باي 10 باور 4، يبقى هكتب مكاني هنا 2 تايمز 10 تو باور 4 باسكال او نيوتن بير متر سكوير، هي هي ايكوال البريشر على الماونتن. يعني ايه ضغط الاير، لان ده الاتموسفيريك اير بريشر اللي بيضغط بيه الهواء على الماونتن،
فالبريشر احنا عارفين لاي فلويد هو دينستي باي جرافيتي باي هايت. الدينستي هنا هي الدينستي بتاعت الفلويد اللي حوالين الماونتن اللي هو الاير. هو فعلا مديني الدينستي بتاعت الاير بكام؟ 1.29 طيب تايمز، ومديني كمان الجرافيتي اللي هي بكام؟ 9.8 تايمز الهايت. هو بقى ده الطلب اللي عايزه، الهايت اوف ماونتن. هحسب الهايت بقى اوف ماونتن، هاخد الارقام اللي هي الرو بتاعت الاير والرو والجرافيتي، ووديها هناك ايه ديفايدد الدلتا بي او الديفرنس في البريشر عشان نحسب الهايت. هلاقي الهايت على الكالكليتر بعد ما احسبه هيطلع لي كام؟ 1582 متر. يبقى اذن الهايت هيطلع بتاعي كام؟ 1582 متر. ده الهايت بتاع الماونتن. يبقى اول سؤال كان عندي ابلكيشن على البارامتر، مع انه هنا اللي هيتلخبطني كلمة البوزيشنز دي، يعني الفرق ما بين تحت وفوق. فطلع بيتكلم عن بريشر ديفرنس ما بين نقطتين وبستخدم عشان اجيب بيهم هايت، يبقى انا هنا بتكلم عن الباروميتر بالتحديد. تعالوا بقى نشوف السؤال نمبر 2. هنا بيسألني طبعا سؤال كالعادة على اليو شيب تيوب اللي واضح ان هي معظم الافكار بتبقى عليها. مكتوب فيها the opposition figure show the opposite figure show a U-shaped tube of uniform cross-section area. معنى ان الطرفين دول ليهم نفس الاريا، الاريا هنا constant، دي قد دي بالظبط. طيب are containing three different liquids which are الجليسرين والميركري والاويل. عندي هنا three liquids، الجليسرين والاويل والميركري هو المين ليكويد اللي الاثنين فلوتنج عليه. الدينستيز اللي مدهاني مش مدهاني صريحة، مدهاني ايه؟ relative دينستيز. مديني relative دينستي للجليسرين الاول على الترتيب، ثم الميركري، ثم الاويل كده على الترتيب. at equilibrium في حالة ان كل الفلويد ثابتة ما تتحركش وخلاص خدت البوزيشن بتاعها، the height of the oil column equals، يبقى الهايت بتاع الاويل قد ايه؟ انا هنا لما بفكر في سؤال زي ده دايما بشوف فين السيباريتنج سيرفيس البيزك بتاعي. السيباريتنج سيرفيس هو اول فلويد من تحت يكون بيفصل ما بين الميركري اللي هو الليكويد الاساسي وما بين اول واحد على طول فوق منه. يعني اختار السيرفيس ده ولا السيرفيس ده، بتاع الاويل والميركري ولا الجليسرين والميركري؟ لا الجليسرين والميركري. ليه؟ لانه اقرب من البوتوم. دايما بختار الاقرب من تحت، اللي هو اعتبر ان ده كده عندي هو اللاين بتاعي الاساسي اللي هو البيزك او السيبريتنج لاين. فلما ابص هنا الاقي في الجزء ده اللي هو الليفت سايد عندي الجليسرين بس، في الرايت سايد عندي الاويل فوق هنا، وعندي جزء تاني مين للميركري. يبقى انا لما هقارن في البريشر، لو انا احط بوينت هنا اسمي ان دي بوينت A، وهنا البوينت دي اسميها بوينت B، فانا هقارن مين اللي اباف بوينت A؟ اللي بيضغط هنا الجليسرين وفوق منه طبعا الاير، وبيضغط من هنا الميركري والاويل، وبرضه فوقه مين؟ الاير. يبقى انا هنا لما باجي بحل مسائل يو شيب تيوب دايما بختار تو بوينتس على نفس الهوريزونتال لاين عشان يبقوا ايكوال في البريشر، وابدا اقارن ما بينهم عشان اجيب الطلب اللي عايزه. طب هو عايز ايه؟ عايز الهايت اوف اويل. طب تعالوا نشوف كده عشان نجيب الهايت اوف اويل هنشتغل بانهي ريليشن. قلنا هنا ان احنا عندنا يو شيب تيوب. طيب في اليو شيب تيوب انا بسال عن الديفرنس او عن البريشر عند النود بوينت A والبريشر عند بوينت B. فالبريشر عند بوينت A مين اللي بيضغط هنا؟ انا عندي الجليسرين والاير اوريدي كده كده، انا هكنسل لان الاير هو في الناحيتين، هكنسله مش هاخده. يبقى اللي بيضغط هنا دايركتلي على طول الجليسرين هنا، وهنا الاويل والميركري. طب البريشر في الجليسرين ايه؟ رو جي اتش جليسرين. والبريشر الناحيه الثانيه هيبقى في الليكويد بتاع الاويل وبتاع الميركري رو جي اتش. فانا هنا كنسلت الجي جرافيتي خالص من الريليشن، وبالتالي هستخدم الريليشن زي ما هي دلوقتي. في الجزء الليفت سايد اللي هو الجزء بتاع الجليسرين، انا عندي رو جليسرين هايت جليسرين ايكوالز مين في الرايت سايد على نفس الليفل، عندي الرو ميركري هايت ميركري اللي هو الجزء ده، ثم بلس الجزء اللي فوق منه على طول الرو اويل هايت اويل. يبقى انا هنا في مسائل يو شيب تيوب بقارن ما بين التو بوينتس على نفس الليفل، خدت الجليسرين اللي هو في الليفت سايد، وقدامه على طول الناحيه الثانيه في تو ليكويدز الميركري والاويل، واعمل لهم الريليشن. طبعا هي المفروض رو جي اتش، واحنا زي ما اتفقنا كنسلنا الجرافيتي عشان كومن وكونستانت، وكنسلنا الاتموسفيريك اير بريشر لنفس السبب. كده بقى نقدر نشتغل. بس عندي مشكله ان انا عندي هنا مش الدينستي، عندي الريلاتيف دينستي.
الموضوع بسيط، احنا قلنا قبل كده اي حاجه يديك الريلاتيف دينستي، لو انت عايز تحسب الدينستي بتاعت اي ماتيريال بمنتهى البساطه هتاخد الريلاتيف دينستي بتاعت الماتيريال دي اللي هو هيديها لك، تعملها ايه تايمز الدينستي بتاعت الووتر، او تايمز كام، تايمز 1000 دايما اللي هي الدينستي بتاعت الووتر عند التمبريتشر 4 ديجري. كده بقى نقدر نعمل سبستيتيوشن. الدينستي بتاعت الجليسرين هو مديني الريلاتيف بكام؟ مديهاني ب 1.3، عشان احولها بقى الدينستي زي ما اتفقنا اعملها تايمز ايه، تايمز ال 1000 اللي هي الدينستي بتاعت الووتر، تايمز الهايت بتاع الجليسرين هو مدوني بكام؟ ب 10 سنتيمتر. ده كلام جميل جدا، يبقى احط هنا كام؟ 10 سنتي. احولها للمتر ممكن وممكن تسيبها، والافضل تسيبها لانه ريشيو، هو الاجابات كلها طالعه هنا زي ما تلاحظ بالايه، بالسنتي. ايكوالز الدينستي بتاعت الميركري هو مديني الريلاتيف برضو بكام؟ 13.6، فهحطها ب 13.6 وهعملها ايه، هعملها تايمز ال 1000. طيب كده بقت جاهزه. نيجي بقى نفكر، المفروض اعمل هنا الكلام ده تايمز الهايت بتاع الميركري، وبعدين اقوم قايل بلس واحط الدينستي بتاعت الاويل اللي هو مديني الريلاتيف برضه بتاعتها بكام؟ ب 0.8، فهحط هنا ايه 0.8، واقوم احولها عشان الدينستي باي 1000، ثم بعد ما اعملها باي 1000 اعملها تايمز الهايت اويل. هنا بقى تيجي الفكره ان انا الهايت اويل مش مدهوني باي رقم، والهايت ميركري برضه مش موضحه باي رقم، فهنا بقى عندي اتنين انون. هنا بقى هي دي فكرة البروبلم، انت محتاج تجيب مين؟ الهايت بتاع مين؟ الاويل. يبقى انا محتاج انون واحد بس، يبقى انا محتاج اعرف الهايت بتاع الميركري، مش معقول يبقى عندي اتنين انون. الموضوع ماثيماتيكالي بسيط، انا عندي الهايت من اول هنا كده لحد هنا، هو قال ان الجزء ده كله بكام؟ ب 10 سنتي اللي هو كتبهم هنا، دي 10 سنتيمتر. طيب يبقى الجزء ده لازم عشان على نفس الليفل برضه 10 سنتيمتر. طيب انا مش معايا الاثنين، بس اقدر اقول ان الهايت بتاع الاويل جزء، وان الهايت بتاع الميركري هو عباره عن ايه، الاويل ماينس 10 تاني، يعني الهايت ده كله 10 سنتي، فلو الاويل كان جزء يبقى الميركري عباره عن ال 10 سنتيمتر ماينس الجزء ده. يعني مثلا لو كان مثلا فور اكزامبل يعني الهايت بتاع الاويل 6 سنتيمتر، فلازم الميركري يبقى كام؟ 10 ماينس 6 اللي هي تطلع 4، مظبوط كده؟ جميل. طيب انا عايز اقول ايه، عايز اقول بما ان عندي الهايت بتاع الميركري مش موجود وانا عايز الهايت اويل، فانا عايز اخلي الانون واحد بس اللي هو الهايت اويل، فبدل ما احط هايت ميركري انون هحط مكانه ايه، احط مكانه في الحته دي 10 ماينس هايت اويل. جميل كده، ده مكان الهايت ايه، مكان الهايت ميركري حطيته هنا. طيب وهنا يبقى ايه، هنا الهايت اويل برضو اللي انا مش عارفه. انا عملت كده ليه؟ لان هنا دلوقتي في الوضع ده انا بقى عندي اتنين انون، بقى عندي انون سوري واحد بس، الهايت اويل هنا والهايت اويل ايه هنا. كده بقت الموضوع سهل، اقدر احل. الاول كان عندي اتنين انون، هايت ميركري وهايت اويل، وما كانش ينفع الاتنين يتحطوا بنفس المنظر لانه مش هقدر احل. كل الفكرة اللي عندي هنا ان انا شلت الهايت ميركري وقلت ان الهايت ميركري ب 10 ماينس الهايت اويل، لانه اكيد الباقي بتاع الميركري هو بقيت ال 10. هي بقى دي الفكرة بتاعت المسألة، ان انا ازاي اشيل الهايت ميركري واحط مكانه 10 ماينس هايت اويل. ثم هشتغل ماثيماتيكالي عادي، هعمل هنا الرقم ده تايمز هنا وتايمز هنا عشان اطلع الريليشن. هيبقى عندي بقى رقم هنا اللي هو الرقم ده كله، ورقم تاني اللي هو 13.6 باي 1000 باي 10 ماينس الهايت اويل بلس الرقم ده. تعالوا اوريكم كده شكل الكالكيوليشن هتبقى عاملة ازاي دلوقتي. بعد ما نعمل بقى هنعمل 1.3 باي 1000 باي 10 هتطلع 13000 ايكوال، لما اعمل 13.6 باي 1000 باي 10 هتطلع 136000. بعدين لما اعمل النمبر ده اللي هو 13.6 باي 1000 ماينس اتش هايت اويل هتطلع 136000 اتش اويل، وبعدين 0.8 باي 1000 باي هايت اويل تطلع ايه 800 هايت اويل. هنا بقى هلاحظ ايه، اصبح الجزء ده كده عندي كله هايت اويل، فانا هاخد النمبر ده اوديه هناك الجزء ده بالماينس عشان اقدر ايه احلها. هتبقى الريليشن او الارقام بقت كالاتي، دول لما اعملهم مع بعض
بالماينس هتطلع كام؟ نيجاتيف 1 2 8 0 0 من ايه؟ من الهايت اويل. كلام جميل. ايكوال لما ودي بقى ال 136,000 بالنيجاتيف هتبقى 13,000 ماينس 136 تطلع معايا بكام؟ تطلع 123,000 طبعا بالماينس. بعدين هودي الرقم ده هناك بالايه؟ بالديفايدد عشان اجيب الهايت اويل. يطلع معايا في الاخر ان الهايت اويل ايكوال ايه؟ ايكوال 9.6 سنتيمتر. يبقى الريزلت بتاعتي تطلع كام؟ 9.6. اذا الفكره هنا كانت ان بس ان الهايت بتاع الميركري مش مدهوني واعتبر انون تاني. فالفكره كلها شباب غير الشغل الماثيماتكس هي في الحته دي، ان انا ازاي الهايت ميركري شلته وحطيت مكانه اتش 10 ماينس هايت اويل، عشان يبقى عندي في الناحيتين هايت اويل بس انون واحد اقدر احل بيه. نيجي بقى مع بعض للسؤال نمبر 4. مكتوب فيه 4 similar iron solid pieces، سوري اسف 5 similar iron solid poles each of mass 100 جرام. هو مبدئيا مديني الماس لكل بول من البولز بتوع الايرون. put in a graduated cylinder، هحطها في سلندر. كان في 86.4 سنتيمتر كيوبيك اوف ووتر. طبعا سنتيمتر كيوبيك ده بقى ايه؟ يبقى فوليوم طبعا. يبقى ده الفوليوم بتاع الووتر لوحده هنسميه فوليوم 1. then the level of water in the graduated cylinder become. طبعا لما هحط الليكويد في السلندر، سوري البولز في الليكويد ووتر في السلندر، الووتر رايزز وعايز يعرف هترايزز لليفل كام. واضح جدا من الكلام ان انا بشتغل على الماس والفوليوم، يبقى انا كل اعتمادي على فكرة الدينستي، بدليل ان هو هنا فعلا مديني الدينستي اوف اير الايرن علشان اقدر اشتغل بيها. تعالوا نشوف ازاي نقدر نحل سؤال زي ده عن الدينستي، وبسيط وكان حتى بياخدوه في برايمري يعني، بس فكرته ازاي نظبط ارقامي. تعالوا نشوف مع بعض الجيفنز نكتبها والرولز والفكرة. لما نبص مع بعض هنا هنلاقي هو مديني الشكل ده، كأن هنا كان نمبر 1 كان عندي سلندر فيها ووتر الفوليوم بتاعها 86.4 سنتيمتر كيوب، ومعايا 5 بولز من الايرن السوليد. لما احط ال 5 بولز دول هنا جوه السلندر الووتر رايزز، هتقرا رايزز قد ايه؟ طيب انت مديني جيفن ايه؟ مديك الماس بتاعت البولز، ومديك الفوليوم الاولاني بتاع الووتر لوحدها، ومديك الدينستي بتاع الاف اي او الايرن. المطلوب ان انا اجيب ايه؟ انا معايا هنسكيب ده دلوقتي، هنخليه على جنب. الفوليوم نمبر 1 بتاع الووتر لوحدها ده هنخليه كده دلوقتي على جنب. نبدا نبص، انا معايا الماس لكل كوره من الكور دي ب 200، ومعايا الدينستي. يبقى معايا الماس ودينستي اقدر اجيب منهم ايه؟ اجيب منهم فوليوم. طيب يبقى انا هنا عندي الماس بتاعت البول وعندي الدينستي، من الماس والدينستي اقدر اجيب الفوليوم، لان انا عندي الريليشن بتاعتي بتقول ايه؟ ان الدينستي اللي هي الرو ايكوال ايه؟ ماس اوفر فوليوم. يبقى انا لو عايز احسب الفوليوم يبقى الفوليوم بتاع الكور كلها او البولز كلها ايكوال الدينستي تايمز الماس. كلام جميل. يبقى انا اول حاجة هجيبها نمبر 1 انما اجيب الفوليوم بتاع البولز دي بكام كلها. طيب يبقى ايكوال ايه؟ اتفقنا الفوليوم بتاع البولز equal الدينستي بتاعت الايرن تايمز الماس. انهي بقى ماس؟ الماس بتاعت البولز كلها مش الكرة الواحدة، الفايف بولز. يعني لما نيجي نعمل substitution الايرن عندي بكام؟ 7800 تايمز. خلي بالكو الماس بتاعت البول الواحدة ب 200. هنا بقى نخلي بالنا من حاجة مهمة ناس كتير ما بتاخدش بالها، الدينستي هنا بالكيلو جرام بير متر كيوب زي ما هو كاتب. طب الماس هنا بايه؟ الماس هنا بالجرام، انا اسف معلش هي 100 مش 200. الماس بكام؟ ب 100 جرام. طيب
لازم عشان اقدر احل اخليها بالكيلوغرام عشان يبقى نفس الايه اليونت. يبقى هنا الماس بتاع البول الواحده زي ما قلنا هي بكام؟ ب 100 جرام. يبقى 100 تمام، بس سيبها الجرام، لا هحولها للكيلوغرام، يعني هعملها تايمز 10 تو باور نيجاتيف 3 عشان احول من كيلوغرام للجرام. وانا هنزل لكم الكونفرجنز دي كلها مع الرولز. بس كده دي الماس بتاعت البول الواحده، دي الماس للكوره الواحده. انا عندي كام بول؟ عندي 5 بولز. يبقى هعمل الرقم ده تايمز كام؟ تايمز 5. يبقى انا عندي هنا الجزء اللي فيه شغل ان الماس هنا كانت 100 جرام دي للكوره الواحده، فانا الاول خولتها من الجرام للكيلوغرام بان عملتها تايمز 10 باور نيجاتيف ايه 3، ثم عملت الرقم كله تايمز 5 عشان اجيب التوتال ماس للبولز الخمسه كام. عشان لما اعمل الماس كلها تايمز الدينستي يديني الفوليوم بتاع البولز اللي هم الخمس كور على بعض. لما اعمل المالتيبليكيشن بتاعي يطلع الفوليوم بتاع البولز اللي هو الفوليوم ده، الفوليوم هنسميه بي عشان نعرف، يطلع بكام؟ طلع معايا ب 6. يبقى لما نرجع هنا معلش نقلنا هنا ال 100، احنا كتبناها 200 بال 100 فهتبقى انا اسف 100. يبقى انا عندي الماس لكل كوره ب 100 جرام، وفوليوم 1 اللي هو بتاع الووتر بس بكام؟ قلنا 86.4، والدنسيتي بتاعت الايرون. فجبنا التوتال ماس، انا قعدت كتبتها تاني عشان اوضح لكم عشان كمان هنا كنا عملناها مش مظبوطه. فالماس بتاعت كل كوره 100 جرام، يبقى التوتال ماس كام؟ 100 جرام دي حولتها باي 10 بار نيتف 3 عشان تبقى بالكام؟ بالكيلوغرام، ثم عملناها تايمز 5. طلع التوتال ماس لل 5 بولز 0.5 كيلوغرام. كده اقدر اجيب بقى الفوليوم اللي هو الفوليوم بتاع البولز كلها الكور، الفوليوم ماس اوفر ايه دينستي. انا اسف احنا غلطنا هنا وعدلناها، الفوليوم ماس اوفر دينستي. فالماس بتاعت الكور كلها 0.5 كيلوغرام اوفر الدينستي بتاعت الايرن اللي هي 7800، بعد ما اعملهم ديفايد عشان اجيب الفوليوم بتاع التوتال بولز طلع معايا النمبر بكام؟ طلع ب 6.41 تايمز 10 تو باور نيجاتيف 5 متر كيوب. كده بقى معايا ايه؟ بقى معايا الفوليوم بتاع الكور كلها. طب انا عايز الفوليوم بتاع الووتر لما رايزس اب. طيب ده عباره عن ايه الفوليوم بقى؟ اللي انا هسميه فوليوم 2. فوليوم 2 عباره عن حاجتين، عباره عن الفوليوم بتاع الووتر اللي هو قاله في الاول الفوليوم العادي اللي هو 86.4 بلس الفوليوم اللي زاد نتيجة البولز الكور دي. الاتنين على بعض هيشكلوا لي الرقم الجديد او الريدنج الجديدة لو الفوليوم بقى كام. فما هعمله الرقم الاولاني طلع معايا بكام؟ 86.4 بالايه؟ بالسنتيمتر كيوب بلس. نيجي برضو نخلي بالنا من جزء مهم جدا هنا، ان الفوليوم هنا بالايه؟ بالمتر كيوب. فانا عايز احوله للسنتيمتر كيوب عشان اقدر اعملهم بلس، لان مش هينفع نعمل اللي هما مختلفين. فعشان احول من المتر كيوب للسنتيمتر كيوب هعمل الرقم بتاعي باي 10 باور كام؟ باي 10 باور 6. كده انا هحول من المتر كيوب للسنتيمتر كيوب. لما اعمل بقى الرقم ده اللي هو هيبقى معايا ساعتها كام؟ هيبقى معايا اللي هو 64.1 اللي هو الرقم بتاع الكور بتاع الفوليوم بتاع البولز، هنعمله كده بقى بالسنتيمتر كيوب هو والفوليوم بتاع الووتر الاثنين بقى على بعض as a result عشان يديني التوتال فوليوم هيطلع بكام؟ يطلع ب 150.5 اللي هو result C. يبقى هرجعها تاني من الاول بسرعه عشان اللخبطه اللي بدأنا بيها. انا عندي 5 similar iron balls كل واحدة ليها ماس 100 جرام، يبقى الماس بتاع كل واحدة 100 جرام. حطيناهم في سلندر فيها ووتر، الووتر ب 86.4 ومديني الدنسيتي بتاعت الايرون. بيقول لي بقى ان السلندر اهي الاول كان فيها فوليوم اهي 86.4، ثم لما حطيت السلندرز الفوليوم بتاع الووتر رايزز لكام؟ قلت عشان اقدر احلها لازم اجيب الفوليوم بتاع الكور دي. طب هجيب الفوليوم ازاي؟
البول الواحدة ب 100 يبقى التوتال 100 باي 5. بس عشان ال 100 دي جرام حولتها الاول للكيلو جرام، انا عملتها تايمز 10 باور نيجاتيف 3، بعد كده تحولت للكيلو جرام عملتها باي 5 عشان نجيب التوتال ماس كلها للبولز ب 0.5 كيلو جرام. بعد ما جبت التوتال ماس اجيب الفوليوم بتاع البولز اللي هو التوتال فوليوم، فمن ريليشن الفوليوم ماس اوفر دينستي، معلش انا قلت لكم انا صلحت لكم، هي ماس اوفر دينستي، يبقى 0.5 كيلو جرام ديفايد الدينستي 7800 يطلع الفوليوم بتاع البولز 6.41 باي 10 باور نيجاتيف 5 متر كيوب. ده الفوليوم بتاع الخمس كور الايرن. وعشان اقدر اعملهم بلس عشان اجيب الفوليوم هنا زاد قد ايه، حولتهم للسنتيمتر كيوب بنعملها باي 10 باور كام 6 عشان يبقى الفوليوم بتاع ال 5 بولز بالسنتيمتر كيوب، والفوليوم اللي عندي هنا اللي هم ادوني بتاع الووتر بالسنتيمتر كيوب اقدر اعملهم بلس عشان اجيب في الاخر خالص الووتر رايزز بقت شكلها او الرقم الجديد كام 150.85. بعتذر لكم تاني على اللخبطه في الجزء الاولاني، لكن احنا كده عدناها من الاول بقت واضحه ما فيهاش مشكله. نشوف بقى السؤال اللي بعده، نيجي بقى مع بعض للسؤال نمبر 5. هنا زي ما اتفقنا احنا بنحل على الجزء بتاع باسكال جاست ان كيس، بس عشان لو حصل اي ظرف ولا حاجه او سؤال جه فيما يخص الجزء ده فاحنا بنحله من باب الاطمئنان مش اكتر. وهي زي ما اتفقنا اسئله مباشره وسهله ما فيهاش ان شاء الله اي تعقيد او حاجه صعبه. هنا بيقول لي the dental chair works using a hydraulic press as an application of Pascal principle. ان كرسي الدكتور ده بتاع السنان بيتحرك على فكرة انه على ليكويد وبيدوس الدكتور بفورس صغيرة بيضغط بيها فبديله فورس كبيرة بانه يرفع البيشنت اب او ينزله داون. هنا بيقول لي بقى if the weight of the chair بتكس 1600 نيوتن، هنا بيوديني بده الاف كابيتال بيعبر عن الفورس الكبيرة اللي هو وزن الكرسي ب 1600 نيوتن and it sit on a piston of cross section area، والكرسي ده على بيستون الاريا بتاعته يبقى دي الاي كابيتال لان التانية الاف كابيتال او الاف الكبيرة 1440 سنتيمتر سكوير. if the area of the small piston، لو الاريا الصغيرة اللي هيضغط عليها بقى الدكتور برجلي مثلا اللي هي 72 سنتيمتر سكوير، then the force that acts on it to raise that chair such that it makes equilibrium between the two pistons، يعني الفورس اللي هيضغط بيها اللي هيضغط برجله يعني او بالفورس الصغيره عشان يعمل equilibrium يبقى فيه توازن. هنحلها ازاي؟ الموضوع بسيط خالص، باسكال برينسيبال ليه رول ثابته في الجزء ده وهنكتبها مع بعض. الريليشن زي ما انتم شايفين قدامكم كده مكتوبه اللي هي البريشر اللي على اللارج بيستون هي هي البريشر اللي على السمول بيستون، يعني البريشر اكزرتد على السمول بيستون هي نفسها البريشر اللي بتوصل لللارج بيستون. واحنا عارفين ان البريشر فورس اوفر اريا، يبقى البريشر على اللارج بيستون هي اف كابيتال اوفر اي كابيتال ايكوال بريشر سمول اف سمول اوفر اي سمول. اديني الاف كابيتال دي اللي هي الاف لارج اللي هي الاف جي او الفورس اوف جرافيتي او الويت بتاعه اللي هو قال لي هنا انها بكام، انها ب 1600 نيوتن، دي الفورس الكبيره اللي باثر بيها على اللارج. طب الاريا الكبيره بكام اللي هو احنا كاتبينها هنا 1440 سنتيمتر سكوير، احولها لا لان انت عندك الاريا الثانيه زيها فطالما ريش مفيش مشكله. الاف سمول اللي انا عايز اجيبها بكام انا مش عارف، لا هيضغط بيها الدنتست، لكن الاريا الصغيره بكام ب 72 سنتيمتر سكوير. طبعا بمنتهى البساطه دي سهله بقى، هنعمل ايه كروس مالتيبليكيشن عشان اجيب السمول فورس. السمول فورس هتطلع معايا بكام؟ هتطلع معايا ب 80 نيوتن، يبقى بمنتهى البساطه هتبقى الريزلت هنا كام 80 نيوتن. طبعا زي ما اتفقنا مسائل باسكال سهله بس هي محتاجه ايه عارفين الريليشن بس. ده كده بالنسبه لنمبر 5. السؤال نمبر 7 ده من الاسئله السهله اللي على البريشر احنا زيها كتير. هنا مديني الفيجر زي ما انتم شايفين، عندي ليكويد اكس وليكويد واي، واضح ان ليكويد واي less denser لانه فلوتس على الليكويد اكس. In the opposite figure the total pressure that acts on the bottom of the container equals، هو بيقول لي لو انا عايز اقيس البريشر هنا على بوينت في البوتوم في الجزء ده، البوتوم ده مثلا عشان اقيس البريشر عنده بكام، مديني جيفن تساعدني، مديني الدنستي بتاعت ليكويد واي ب 800 هي تقريبا الاويل، والدنستي بتاعت الاكس 900 يعني تقريبا الكيروسين، ومديني الاتموسفيريك اير بريشر اللي طبعا احنا عارفين انه بيضغط على السيرفس من فوق تمام كده،
ومديني الجرافيتي وعايز يجيب بريشر على البوينت دي. طب مين اللي بيضغط على البوينت دي؟ انا عندي الاتموسفيريك اير بريشر بيضغط، والبريشر بتاع ليكويد واي، والبريشر بتاع ليكويد اكس. يبقى البريشر اللي بيضغط على البوينت في البوتوم مجموع دول كلهم. يبقى اذا لو انا عايز اكتب البريشر توتال هكتبه ازاي؟ تعالوا نشوف مع بعض كده. هنلاقي ان البريشر التوتال عندي تحت على البوتوم في البوتوم بوينت هو عباره عن 3 بريشر بلس بعض، البي اير اول حاجه، والبريشر ليكويد واي بلس البريشر ليكويد اكس، يعني ايكوالز البريشر بتاع الاير هيفضل زي ما هو. البريشر بتاع الليكويد واي احنا عارفين البريشر بتاع الليكويد ايكوال ايه؟ ايكوالز رو جي اتش. يبقى رو جي اتش لليكويد واي بلس رو جي اتش لليكويد اكس. ثم بعد كده احط الايه؟ النمبرز. الاتموسفيريك اير بريشر مدهوني ب 1.013 تايمز 10 تو باور كام 5 بلس. احط بقى الباقيين. البريشر بتاع ليكويد اكس دينستي باي جرافيتي باي هايت. بتاع ليكويد واي الاول، ليكويد واي الدينستي بكام؟ الدينستي بتاعته 800 بلس تايمز الجرافيتي بكام؟ مدهاني ب 10 تايمز الهايت بتاع واي اهو مكتوب هنا بكام؟ 10 سنتيمتر. وطبعا لازم احولها من السنتيمتر للمتر يعني ديفايد 100 فتطلع 0.1. لازم نخلي بالنا من اليونتس. بلس الدينستي والجرافيتي في الهايت بتاع ليكويد اكس. طيب ليكويد اكس عندي في مين؟ عندي الدينستي بتاعت ليكويد اكس ب 900 تايمز الجرافيتي برضو ب 10 تايمز الهايت بقى بتاع ليكويد اكس هو مدوني ب 30 سنتيمتر، يعني لما احوله هيبقى 0.3 ونعمل كل دول تايمز بعض تطلع في الاخر الريزلت بتاعتي 1.048 تايمز 10 تو باور 5. وعايز اقول لكم على حاجه مهمه، ساعات الرقم ما بيطلعش معايا بال 10 باور 5، يعني يطلع معايا رقم عادي او يطلع معايا ب 10 باور. يعني هقول لكم على حاجه جميله، ممكن يطلع الرقم على الكالكوليتر 10480، ممكن يطلع معاك فعلا كده. في الحاله دي عندك في الكالكوليتر في الزراير اللي هي الرمادي الجراي اللي في النص هتلاقي من على الشمال كده في زرار تاني، زرار اسمه ENG، لو دوست عليه هيكتب لك الرقم في الغالب كده 104.8 by 10 power 3. ده مش معناه انك مطلع رقم مختلف، انا بقولها عشان في ناس بتطلع كتير، لانك هنا لو انت فكرت ونقلت البوينت دي خطوة اتنين هتزود على الثري تو فتبقى كام؟ تبقى فايف، ويديك نفس الريزلت اللي هي دي. فالناس ما تتخضش يعني لو الريزلت في البريشر او الفورس كانت مختلفة، استخدم زرار الاي ان جي ده يقربك ويديك اقرب نمبر للي موجود قدامك صح، عشان ما تفتكرش ان رقمك غلط. يبقى ده كده بالنسبة لنمبر كام؟ لنمبر 7. ودي معلومة مهمة نوت، يعني مهمة للي مش عارف. لما نيجي بقى هنا لنمبر 9، نمبر 9 سؤال مش حسابات مش مسألة، بس هو بيناقش فكرك او فهمك لفكرة معينة. هنا بيقول لي two adjacent mercury parameters the cross section area of the first، وبيتكلم على ان الاريا بتاع الاولاني double the second. Then the ratio between the height of the mercury column inside them. طيب اجاوب السؤال ده ازاي؟ هو بيتكلم على البارومتر، والبارومتر بيقيس البريشر بتاع الاير الاتموسفيريك اير بريشر عن طريق الريليشن اللي هي رو جي اتش. فالمفروض ان البريشر بتاع الاير ايكوال رو جي اتش ميركوري. هي دي كانت فكره البارومتر اساسا، ان انا اقدر ازاي اجيب احسب الهايت الاتموسفيريك اير بريشر عن طريق الليكويد ميركوري. وشرحنا وقلنا في الجزء ده اللي عايز يرجع لايه؟ لشرح المحاضره بتاعت شرح البارامتر هيلاقي فيه. المهم اللي عايزين نوصل له من هنا ان الاتموسفيريك اير بريشر بيعتمد في الريدنج بتاعته على الهايت، على الدنسيتي بتاع الليكويد وعلى الهايت. فانا هنا لما اتكلمت قلت ان البارامتر ده هغير فيه ايه؟ الاريا، والاريا از نوت ا فاكتور، مش فاكتور في الروجيتش، بالتالي مش هتغير في الهايت بتاعي. يبقى سواء استخدمت اريا دبل او اريا تريبل او اريا نورمال وات ايفر، يعني الاريا كام، الاريا مش هتفرق.
ونفتكر الشباب اللي كانوا معانا اللي كنا بنشرح وقت الجزء ده، كانوا بيسالوني يعني، كنت بسالهم لو استخدمنا اريا اكبر هيحصل ايه للهايت اوف ميركوري، فكانت ناس بتقول هتقل اعتمادا على ان يعني الميركوري اللي كانت في التيوب الصغيره هنقلها للتيوب الكبيره، فالليكويد يبقى الليكويد يبقى اقل. وقلت لهم لا يا جماعه، احنا في كل الحالات مهما كانت مساحه التيوب احنا بنملاها كلها بالميركوري ونعملها انفرتد ابسايد داون. يعني مش عشان انت كنت بتستخدم تيوب صغيره ونقلت الميركوري في تيوب كبيره فانت هتاخد الكميه دي تحطها هنا، لا لا لا، انت كانك الميركوري افيلابل وبتستخدم اللي انت عايزه، فكل مره بتملى التيوب ايا كان الاريا بتاعتها وتعمل لها انفرتنج ابسايد داون وتقلبها. ففي كل الحالات الفيرتيكال هايت كان ثابت بكام؟ 76. بالتالي مهما كان تغيير الاريا فهيفضل الميركوري النسبه بتاعت الارتفاع بتاعته ثابته، الهايت بتاعه 76. فما تعملها طبعا الريشيو دايما هيبقى بينه كام؟ 1 تو 1. اذا ما تخلوش يخدعك بالاريا، طالما انت بتقيس بريشر الاريا از نوت ا فاكتور. ده كده بالنسبه للنمبر ايه 9. لما نيجي بقى للنمبر 10، طبعا كالعاده زي ما اتفقنا يو شيب تيوب، واليو شيب تيوب بتبقى فيها اكتر شويه. هنا بيقول لي في نمبر 10 ايه، ذا اوبوزيت فيجر شو ا يو شيب تيوب اوف يونيفورم كروس سكشن اريا، يعني الاريا ثابته في الناحيتين، بمعنى ان التغيير في الفوليوم هو نفسه اللينث او الهايت. ذا دينستي اوف ووتر، ومديني الدينستي بتاعه الووتر 1000 كيلوغرام بير متر كيوب، عايز الدينستي بتاعه الاويل. الاول نبص كده وناخد فكره فين السيبريتنج سيرفيس اللي دايما ندور عليه، هو ده اول سيرفيس بيفصل ما بين الليكويد اللي تحت واول ليكويد مختلف، يبقى ده كده بالنسبه لي هو السيبريتنج سيرفيس. طيب فوق السيبريتنج سيرفيس دايما بنحدد بوينت، تو بوينتس، النقطه دي اللي بسميها مثلا بوينت A، والنقطه اللي قدامها على نفس المكان اللي بسميها بوينت B. المفروض بقى انا عايز بقيس الجزء اللي فوق التو بوينتس، كالعاده بيضغط هنا من التو بوينتس، هنا بيضغط عندي الاتموسفيريك اير بريشر على الجزء ده وعلى الجزء الثاني بنفس الايه القوه. اذا التغيير هيكون في الاويل وفي الووتر، في البريشر بتاع الاويل والووتر. طب ايه الرول بتاع اليو شيبد تيوب في الحاله دي؟ تعالوا نفتكر، كنا دايما بنقول ان هنا انا عندي قلت تو بوينت A و B، فالبريشر عند بوينت A هو نفسه عند بوينت B علشان على سيم هوريزونتال لاين، على نفس الخط العرضي. طب مين اللي بيضغط على بوينت A؟ الاويل والاير، فقلنا البريشر عند اير عند بوينت A هو البي اير بلس رو جي اتش الاويل. ومين اللي بيضغط عند بوينت B؟ الاير والووتر، يبقى بي اير بلس رو جي اتش ووتر. نقدر دلوقتي نكنسل الحاجات الكومن، يعني مثلا نقول ان البي اير تروح مع البي اير، وان الجرافيتي هتروح مع الجرافيتي. هيتبقى عندي في الريليشن مين؟ هيتبقى عندي الرو اويل تايمز الهايت اويل ايكوالز الرو ووتر تايمز الهايت ووتر. طيب ده كلام جميل، نيجي نحط الجيفنز بقى. الرو اويل هم الدهاني، لا هو طالب الدينستي بتاعت الاويل، فدي تفضل بالنسبه لي انون. طيب الهايت بتاع الاويل بكام تايمز الهايت بكام؟ 10 سنتي. احوله مش محتاج، قلنا ده ريشيو. الرو ووتر، الرو ووتر هو مدهاني ب 1000، فاحط هنا ايه 1000 عادي جدا تايمز الهايت بتاع الووتر بقى. دي احنا حلينا فيها من شويه في الاكزام، قلنا ان الهايت ده كله ب 10 سنتي. طيب يبقى نفس الهايت ده كله 10 سنتي، وهنا قال ان الجزء الامبتي كام 2، يبقى الباقي ده اكيد كام؟ اكيد 8. يبقى هو بس هنا الفكره كلها انك تفهم ان الهايت بتاع الووتر بكام؟ ب 8 سنتيمتر. هتودي ال 10 بالديفايدد عشان تجيب الرو اويل، يبقى الرو اويل عباره عن 8000 ديفايدد ال 10، يعني هتطلع 800 كيلوغرام بير متر كيوب. مساله سهله ما فيهاش مشكله، بس الفكره انك تخلي بالك من حته الهايت هنا انه مختلف. تعال نشوف السؤال اللي بعده. نرجع تاني لفكرة الأسئلة بتاعت باسكال السهلة والبسيطة. في نمبر 11 A force of 200 newton is acting on a hydraulic press of cross section area 5.4 centimeter square. So the pressure acting on the hydraulic press. دي مباشرة جدا، هو مديني force ومديني area، كل الحكاية انه عايز يجيب البريشر. دي بقى مباشرة فاش مشكلة، انا كل اللي عارفه ان البريشر equal ايه يا شباب؟ force over area. تمام كده؟ طيب الفورس هو مدهاني واضحه وصريحه بكام؟ مدهاني ب 200 نيوتن، ما فيهاش مشكله. اوفر الاريا، الاريا مدهاني بكام؟ ب 5.4، بس خلي بالكم هو مدهاني بالسنتيمتر سكوير، فلازم احولها للمتر سكوير، يعني اعملها باي 10 تو باور نيجاتيف 4.
عشان احولها من السنتيمتر سكوير للمتر سكوير، هتطلع معايا في الاخر الريزلت ب 3.7 باي 10 باور 5. طبعا زي ما قلت لكم هي ممكن تطلع معاك على الكالكوليتر كام، 3 7 0 0 0 0. انت هتدوس على الاي ان جي هتطلع معاك بالرقم ده مباشره، ما فيهاش اي مشكله من المسائل السهله اللي على باسكال. وتعالوا نشوف السؤال اللي بعده. نرجع للسؤال نمبر 12 والفكرة الاسئله اللي فيها تريكي ومحتاجه بس انك تفكر مش اكتر، ما فيهاش مساله يعني على قد ما فيها فكره. في نمبر 12 هنا بيقول a liquid is poured up to the middle of a cylinder، يعني جبت سلندر وحطيت لحد نصها ليكويد. where its density can estimated by rho، قال ان الدنسيتي بتاعت الليكويد اعتبرها اسمها رو. if more liquid is poured to reach the edge of the container، لو كملت النص التاني بنفس الليكويد في الكونتينر يبقى the density of the liquid become ايه. طبعا احنا عارفين ان انا لو حطيت مثلا يعني كوبايه لقيت نصها ميه وزودت الميه للاخر، مش معنى كده ان الدنسيتي بتاعت الميه هتتغير، لان انا بضيف نفس الايه، نفس الليكويد. فطالما احنا عارفين ان الدنسيتي الفاكتورز اللي بتاثر فيها هي التايب اوف ماتيريال والتمبرتشر، وانا ولا غيرت التمبرتشر ولا غيرت الايه الماتيريال، يبقى بالتالي الدنسيتي هتفضل ثابته عند ايه رو، مفيش تغيير. ده بالنسبه للسؤال نمبر 12 بيقيس في اختصار فهمك للفاكتورز افكتنج ان دنسيتي اللي هم حاجتين بس، التايب اوف ماتيريال والتمبرتشر، والاثنين هنا ما تغيروش يبقى بالتالي الدنسيتي كيب كونستانت. نيجي بقى مع بعض هنا للسؤال نمبر 14. هنا بيقول لي in the opposite figure the pressure difference between the pressure gas of gas x and atmospheric pressure. هو عايز يقيس باختصار الفرق ما بين ضغط الـ pressure x gas x وضغط الـ air. فالكومن او المشترك بينهم الـ pressure عند الـ gas y، فانا هعتبر ان هم separated، يعني هعتبر ان انا هفصلهم كده عن بعض كأني بشوف ايه اللي بيحصل جزء بتاع الاير مع الواي وايه اللي بيحصل من الاكس والواي، ثم من الفرق اقرر يعني اشوف البريشر بتاع الاير ايه علاقته بالبريشر بتاع الجاز واي، ثم البريشر بتاع اكس ايه علاقته بواي، ومن الفرق ده اقدر احدد. لما نيجي نبص هنا على الشكل الاول ده هنلاقي ان البريشر بتاع الاير هو الاكبر. ليه؟ لان البريشر بتاع الجاز واي هو الاكبر، لان الواي هو اللي ضغط فالبريشر بتاعه بقى اعلى، انه زق الليكويد ناحيه ان الميركوري ناحيه الاير. احنا عارفين في المانوميتر ان لما الليكويد بيرايز من جزء او من برانش يبقى الليكويد بيبقى الجاز هو الاكبر او النقطه الثانيه هي الاكبر. اذا من الجزء الاولاني ده نقدر نقول ايه، ان البريشر بتاع الجاز واي هو عباره عن ايه، هو عباره عن الاتموسفيريك اير بريشر اللي هو ضغط الجو بلس ايه بقى، بلس الحته اللي زادت. هو هنا لو بصيت وهيقول ان الجزء ده كده، الجزء ده من هنا لهنا ارتفاعه 2h، ومن فوق لحد تحت ارتفاعه كام، 4h. انا بقى فين المفروض الجزء اللي باخده، الديفرنس اللي هو ده الحته دي. طيب كل ده 4h ودي 2h، يبقى الفرق هنا كام، 2h، انا هعمله ماينس. يبقى اذا عباره عن ايه هنا بقى، عباره عن ال 4h ماينس ال 2h، يعني باختصار هيبقى البريشر عند بتاع الجاز واي بالنسبه للناحيه الثانيه عباره عن ايه، بي اير بلس ال 2 اتش. طيب ده كلام جميل، ده بريشر بتاع واي وعلاقته بالبي اير. نيجي بقى نشوف الواي والاكس، هلاقي نفس الفكره. لو بصيت للواي هلاقي هو الاكبر فزق الليكويد او الميركوري في اتجاه البريشر بتاع اكس او الجاز اكس، يبقى معناها برضو ان البريشر عند واي عباره عن ايه، عباره عن البريشر بتاع اكس بلس الديفرنس اللي عمله. طيب بما ان هو طلع هنلاقي ان الحته دي ارتفاعها ايه، اتش، وده كله بكام، 3 اتش. فانا عايز الديفرنس، لو انا عملت خط هنا كده برضو يبقى انا عايز الحته دي بكام، هلاقيها برضو بكام، 2 اتش. يعني البريشر عند اكس ايكوال ايه، ايكوال 3 اتش ماينس اتش، يعني هتبقى عباره عن ايه، عن بي اكس بلس 2 اتش. الله، طب ما في حاجه مهمه جدا، يبقى البي واي بي اي بلس 2 اتش، والبي عند الجزء عند الرايت سايد، وفي الويفت سايد البي واي بي اكس برضه بلس ايه، 2 اتش. ده معناها ايه، لو انا قلت ان الاثنين ايكوال يبقى انا لو كنسلت 2 اتش مع 2 اتش يبقى البي اي ايكوال مين، بي اكس. الله، ده معناه ان الديفرنس ما بينهم بكام، بزيرو من غير اي كلام. نقولها تاني،
يعني باختصار كده لو انت بصيت هنا هتلاقي ان البي جاز اكبر من البي اير ب2 اتش. لو بصيت على الليفت سايد هتلاقي ان البي بتاع الجاز واي اكبر من البي اكس برضه ب2 اتش. اذا ده معناها ان البي اير والبي اكس واحد لانه عمل نفس البريشر ايه ديفرنس. يبقى اذا البريشر ديفرنس ما بين الاكس والاير واحد لانه كانوا الاثنين نفس علاقتهم بايه بالبريشر بتاع الجاز واي. دي فكره كده سريعه عن البارامتر يبقى المانوميتر هو ازاي. بس الفكره انه ربط الاثنين ببعض. بس انا عن طريق الفرق ما بين البريشر هنا وهنا اكتشفت ان الاثنين ايه ليهم نفس الديفرنس وبالتالي هما الاثنين نفس الايه البريشر. يعني كان اللي موجود جوه هنا اير ليه نفس الاتموسفيريك اير بريشر، عشان كده مفيش فرق ما بين البريشر بتاع الجاز اكس وما بين ضغط الجو العادي. نيجي بقى لنمبر 15. During building construction engineers put the heavy tool and machine on a wide steel board to be able to carry a huge pressure due to the weight of this tools and machine. طبعا ما تخلوش الكلام الانجليش الكتير يخوفكم او يصعب لكم الموضوع، بس بيتكلموا ان هم عايزين عندهم tools وماشينز عايزين يحطوها على الديزرت، فمش عايزين او على الساند مش عايزين يحصل لها سينكينج ما تغرزش يعني، فحطوها على ستيل بورد على حته بورد كبيره معموله من الستيل. Thus the area of the steel board. هو بيسالني على الاريا بتاعت الستيل بورد بكام، بيقول لي the transfer an extra pressure to the ground is كذا، ومديني الرقم بتاع البريشر اللي ممكن تضغط بيه الستيل بورد على الجراوند. When the machine had mass، الماس بتاعت الماشين كانت 454 كيلوغرام، ومديني الماس ومديني الجرافيتي وبيسأل على الاريا. عفوا. طبعا هنا الموضوع سهل جدا وبسيط. هنرجع للريليشن الاساسيه بتاعت ان البريشر ايكوال ايه يا شباب؟ ايكوال الفورس اوفر الاريا. طيب يبقى انا لو عايز الاريا اعمل كانها اوفر 1 وكروس مالتيبليكيشن، يبقى الاريا ايكوال ايه؟ ايكوال الفورس اوفر البريشر. طيب يعني ايكوال الفورس هنا هي الفورس اوف جرافيتي يعني الماس تايمز الجرافيتي. يبقى اذا هو يقصد بينا بالفورس الويت يعني، يبقى الماس باي جرافيتي اوفر البريشر. تعويض مباشر وسهل جدا. الماس عندي بكام؟ 454 كيلوغرام تايمز الجرافيتي مدهاني ب 9.8 اوفر البريشر مدهوني ب 5 تايمز 10 تو باور 4 نيوتن بير متر سكوير. هعمل الريليشن واحسب الماس بتاعتي اللي هتطلع ب 8.9 تايمز 10 تو باور نيجاتيف 2. طبعا هي على الكالكليتر عشان برضو الناس ما تتخضش لما تيجي تحل، هتلاقيها طالعه معاك 0.0889 ده رقم اللي هيطلع لك. زي ما اتفقنا لما تدوس على الان جي او تنقل البوينت مرتين هنا هيدي لك ال 10 باور نيجاتيف 2 اللي هي لتر دي. ده بالنسبه للسؤال نمبر 15، برضو سؤال مباشر وسهل عن البريشر والفورس وعلاقتهم بالاريا مع بعض الدايركت والانفرس ريليشن شيب. نيجي معلش غلطه صغيره كده غصب عننا. نيجي بقى لنمبر 16 تاني. هنا بيقول لي the radius of the small piston in hydraulic press is 15 سنتي. السمول بيستون radius هنديله سمبل r small. When a force of 50 نيوتن act on a small piston، يبقى ده سمبل ايه؟ ال f small act on the small piston. So the pressure the press can lift a weight of mass. البريس اللي هي الكبير ممكن يقدر يشيل ويت اللي ماس ده اللي على الجزء الكبير، فنديها ام اي كابيتال الماس الكبيره. on its large piston so the two pistons become balanced against each other in horizontal plane. اقدر اضغط عشان يحصل لهم بالانس يبقوا في نفس الليفل. طبعا كلمه البالانسنج دي ده معناها عشان بس يبقى معناها ان البريشر على السمول بيستون قد البريشر على اللارج بيستون. ومديني الجرافيتي وبيسالني على اول حاجه الميكانيكال ادفانتج. الميكانيكال ادفانتج او الايتا عباره عن ريشيو ما بين اي حاجه لللارج بيستون على السمول بيستون، سواء كانت فورس او ماس او راديوس او دايامتر، ما عدا بس الحاجات اللي تبقى سمول على اللارج هي
السبيد والديستنس، السبيد والديستنس، ودي ممكن ترجعوا لها في المحاضره بتاعت الشرح بتاعت باسكال فرانسوا. المهم دلوقتي ان هو مديني هنا ماس ومديني فورس وعايز يجيب الميكانيكال ادفانتج. انا عشان اقدر اجيبها اتفقنا لازم يكون ريشيو ما بين حاجتين زي بعض، فانا هقول ان انا اقدر اجيب الريشيو دي عباره عن الاف كابيتال اوفر الاف سمول، الاف على اللارج بيستون والاف على السمول بيستون. طيب الاف على اللارج بيستون مش معايا، بس انا معايا الماس على اللارج بيستون اللي اقدر اشيلها، وهو مديني الايه الجرافيتي، عشان ماس على جرافيتي دي فورس، اوفر الفورس سمول. يبقى انا هنا استخدمت الماس واستخدمت الجرافيتي على اللارج بيستون عشان اجيب الفورس على اللارج بيستون، ثم هو مديني الفورس على السمول. يبقى اقدر اعمل سبستيتيوشن واضح جدا وصريح، الماس هنا 245 تمام تايمز الجرافيتي هو قال لي بكام 10 ديفايدد الفورس على السمول بيستون هو قال لي بكام 50 نيوتنز. لما اعمل الريليشن دي هيطلع معايا الناتج بكام 49. طبعا الميكانيكال ادفانتج هاز نو يونت لانها ريشيو ما بين الفورس وبعضها او الدايمتر او اريا وات ايفر يعني. يبقى مبدئيا انا هسكيب دي وهسكيب بي، الاثنين دول غلط عشان الريليشن النمبر بتاعت الميكانيكال طالعه اي او سي. نيجي بقى للطلب الثاني، عايز الراديوس على اللارج بيستون. برضو الريليشن لو رجعنا للايتا فالايتا ايكوال، هي كانت اف كابيتال على اف سمول، او برضو بنفس المعنى الار سكوير كابيتال اوفر الار سكوير سمول، لانها جايه من الاريا والاريا باي ار سكوير. اذا انا ممكن استخدم الريليشن دي لان انا معايا الايتا لسه جايبها 49 ومعايا السمول راديوس ب 15، كل الحكايه ان هعمل سبستيتيوشن. يبقى هنا ال 49 اللي هي الايتا ايكوالز الار كابيتال سكوير اللي انا بسال عليها وعايز اعرف هي بكام، اوفر الار سمول اللي هي كام 15 سنتيمتر. بس اوعوا تنسوا يا شباب اول باور 2، يبقى الراديوس كابيتال ايكوال سكوير روت ال 49 اللي عندي دي تايمز كام تايمز ال 15 اول باور 2. هتطلع معايا بكام؟ هتطلع معايا في الاخر الار ايكوال 105. اذا الريزلت الصح بتاعتي هي ليتر سي اللي هي 49 و 105، وده ابلكيشن صغير على باسكال برينسبل. نيجي بقى للسؤال نمبر 17 كالعاده على اليو شيبد تيوب، ولكن هنا السؤال مش بروبلم برضو زي ما اتفقنا، فكره بتقيس فهمك للموضوع. بيقول the opposite figure shows a U-shaped tube of uniform cross-section area containing two liquid X, Y. أنا عندي هنا two liquid, liquid X و liquid Y in an equilibrium positions. Thus, the ratio between the mass of the column liquid X to the liquid Y above the separating surface is. هو عايز ratio ما بين الماس بتاعة الليكويد X والماس بتاعة الليكويد Y. ده طلبه. اتفقنا ان الريشيو ديفايدد. طيب هنشتغل ازاي؟ زي ما اتفقنا نبدا نفكر عند السيبريتنج سيرفيس اللي بيفصل هنا. كل مره بنعمل نفس الفكره بنفس الطريقه، هنا دي بوينت بي وهنا بوينت اي. مين اللي بيبرس على بي وعلى ايه؟ هنا بيضغط الاير وبيضغط الليكويد واي، وهنا برضو بيضغط الاير والليكويد اكس. نبدا من نفس الفكره اللي بنبدا منها كل مره، نكتب الرول ونشوف هو طلبه ايه في الجزء اللي عايزه. لما نيجي بقى نبص كده هنلاقي ان الفكره بتاعتنا ان البريشر عند بوينت A قد البريشر عند بوينت B. طب مين اللي بيضغط عند نقطه A؟ الاير والليكويد. يبقى البريشر عند A هو عباره عن البريشر A بلس، انتوا متعودين ان احنا بنكتب رو جي اتش، ممكن نبدلها هنا بانها ان البريشر هنا عند الليكويد هو الفورس اوف جرافيتي تقل الليكويد على النقطه دي اوفر الاريا، كانها فورس اوفر اريا، واحنا عارفين ان الفورس ايكوال ايه ماس باي جرافيتي. يبقى البريشر عند نقطه A عباره عن ضغط الاير زائد الماس الفورس اوف جرافيتي اللي هي الماس بتاع الليكويد اكس تايمز الجرافيتي اوفر الاريا. طيب عند نقطه B نفس الكلام، اللي بيضغط هنا مين؟ الاير بلس الفورس او تقل الليكويد اكس على النقطه دي اللي هي الفورس على الاريا، يبقى ماس واي جرافيتي على اريا. تعالوا نشوف بقى ايه الحاجات الكومن اللي ممكن نكنسلها. نشيل بي اير مع البي اير، وهو قال ان اليو شيبد تيوب ليها ايه؟ يونيفورم كروس سكشن اريا، يعني نشيل الاريا مع الاريا لانها كونستنت، ونشيل برضو الجرافيتي مع الجرافيتي.
هيتبقى حاجتين بس، في الليفت سايد عندي ماس اكس ايكوال، في الرايت سايد ماس واي. يبقى انا لو عايزهم ريشيو وجبت دي هنا، يبقى ماس اكس اوفر ماس واي ايكوال طبعا كام؟ 1. وده منطقي طبعا، لان احنا قلنا عند نفس النقطه يكون البريشر ايكوال، وطبعا بريشر ايكوال والاريا كونستانت، يبقى الفورس هي كمان كونستانت، والفورس ماس باي جرافيتي. يبقى بما ان الجرافيتي ثابت، يبقى اذا الريشيو ما بينهم هيكون ايه؟ ايكوال تو 1، علشان الماس هي بس اللي ممكن تعمل تغيير، والماس هنا هتبقى ثابته عشان انا عندي نفس الايه؟ هوريزونتال ليفل. ده بالنسبه لنمبر ايه 17 في مساله عن اليوشيب تيوب، بس هي فكره اكتر منها مساله مباشره باسئله وارقام. في نمبر بقى 19 هنا بيقول لي a mercury manometer used to measure pressure of a certain amount of trapped gas. So the difference between the vertical height بتاع المركري كان اتش. يعني لو كان الفرق ما بين الهايت بتاع الجاز والاتموسفيريك اير بريشر كان اتش 1 لما كنا حاطين مركري. When the same experiment is repeated using water instead of mercury, the difference بتاع الهايت بتاع الووتر كان اسمه H2. يبقى يا ترى من معرفتنا لفكرة ان الدينستي بتاعة الميركري اكبر من الدينستي بتاعة الووتر، ايه العلاقة بين H1 و H2؟ هو طبعا بيقول لي ان same experiment repeated، ده معناه ايه؟ معناه ان difference في الحالتين المفروض واحد، difference in pressure، الفرق في الهايت. بمعنى انا عارف ان ده معناها ان الديفرنس في البريشر اللي هيقيسه الميركري هو نفسه الديفرنس في البريشر اللي هيقيسه الووتر، انه بيقيس نفس الجاز مع الاتموسفيريك اير، الفرق بس في ان ده ليكويد وده ليكويد، ده ميركري وهنا ووتر. طب الديفرنس في البريشر المفروض بيبقى بيساوي ايه هنا؟ المفروض ايكوال زي ما احنا عارفين رو جي اتش. فرو للميركري جي اتش بتاعت الميركري اللي احنا سميناها اتش 1 ايكوال رو جي اتش للووتر، يبقى هنا الرو بتاعت الووتر وجي اتش 2 زي ما اتفقنا. تعالوا بقى نكنسل كده الجرافيتي مع الجرافيتي، يبقى يتفضل رو ميركري اتش 1 رو ووتر اتش 2. لو عملناهم ريشيو يبقى معنى كده ان الرو مركري اوفر الرو ووتر، لما ودي الووتر هناك بالديفايدد هودي اتش 1 تحت هنا، يبقى هيبقى ايكوال ايه؟ ايكوال اتش 2 اوفر اتش 1. ده كلام جميل. وسنس ان انا عارف ان الدينستي بتاعت المركري هي اللي اكبر من الدينستي بتاعت الووتر، يبقى ذيرفور اكيد الهايت 2 هو اللي اكبر من الهايت 1 بالسيميلاريتي، ده الاكبر يبقى ده اكبر، وده اصغر يبقى ده اصغر منه، يبقى اذا اتش 2 اكبر من اتش 1، وده معناه ان انا هختار ليتر ايه؟ سي، بفكره مفهومي لان الدينستي بتاعه الميركري اكبر من الدينستي بتاعه الووتر، يبقى الهايت هيبقى العكس، لان هي علاقه ايه؟ انفرس ما بين الاثنين. يبقى ده كده بالنسبه للسؤال نمبر 19 اللي يبقى بيقيس برضو من غير مساله، فهمي لعلاقة الدينستي والهايت لما بيكونوا مختلفين، وبقيس نفس الايه؟ البريشر ديفرنس ما بين الجاز والاير. نيجي بقى لنمبر 20، سؤال تاني عن البريشر. هنا بيقول a girl of weight 600 نيوتن، واتفقنا ان الويت هو الفورس اوف جرافيتي او الفورس بتاع تقل البنت. standing on the ground if the contact area between the feet of the girl and the ground is، وهنا مديني الاريا وعايز يحسب البريشر. الموضوع في منتهى البساطه زي ما اتفقنا قبل كده، البريشر ايكوال ايه يا شباب؟ البريشر ايكوال الفورس اوفر الاريا. طيب هو مديني الفورس الويت يعني بتاع البنت ب 600 نيوتنز اوفر الاريا اللي ستاندنج عليها البنت اللي على رجليها 0.025، حتى هي بالمتر سكوير وهنا نيوتن فما فيش اي مشكله، فتعملها divided تطلع معايا كام؟ 2.4 by 10 power 4. طبعا زي ما اتفقنا لو طلع لك الرقم ازاي هتعمل له الابروكسيميشن بال ENG الريزورر اللي عندك على الكالكوليتر. ده سؤال سهل ومباشر على البريشر وعلاقته بالفورس والاريا، مفيش اي حاجه، بس دايركت سبستيتيوشن تبقى واخد بالك من الايه؟ الارقام والكونفرجن زي ما اتفقنا.
هنحل بقى زي ما اتفقنا مع بعض أسئلة الإيسي بس عشان كأفكار، لأن ممكن تيجي حاجة زي كده تشوز، فاحنا بنحاول نتعامل معاها على إنها كأنها تشوز بالظبط، وبنفكر سوا مع بعض مش أكتر من كده. فتعالوا نشوف مع بعض السؤال نمبر 22. الفيجر 1 هنا بيوريني ده تشير ليه 4 ليجز زي ما انتم شايفين كده، طبعا هم دي اتنين، بتتخيل بقى اتنين الناحية التانية. A company for plastic cups manufacturing claims that putting a plastic cup below each leg. هم عملوا شركة بتعمل كوبايات كده او كاسات من البلاستيك تتحط تحت كل رجل من الرجول الاربعه دي، عفوا as in figure 2 will decrease the risk of floor damage. ده بيقلل نسبه ان الارضيه او السجاده تبوظ. What is your estimating for that claim؟ طبعا الموضوع ببساطه هي العلاقه ما بين البريشر والاريا. احنا عارفين البريشر انفرسلي مع الايه؟ مع الاريا. فكل ما الاريا بتاعت التشير اللي ستاندنج بيه على الجراوند تزيد، ان انا بستخدم كابس، كل ما البريشر ايه هيقل، وبالتالي هيديني تاثير اقل ويعمل دامج اقل، لان البريشر لما بتقل احنا عارفين ان البريشر والفورس دايركت، فكل ما البريشر ديكريز الفورس اوف افكت او الفورس اللي بيضغط بيها هي كمان ديكريز، يبقى البريشر بيقل الفورس كمان هتقل، يبقى كده العلاقه دي علاقه دايركت او انفرس ريليشن حسب السؤال اللي طلبه. نمبر 23 ان ايرن كاب اوف سايد لينث 12 سنتيمتر اند ماس 7 كيلوغرام. اف ذا ايرن از دينستي از 7800 كيلوغرام بير متر كيوب. از ذات كيوب سوليد اور هولو؟ هنا السؤال بسيط جدا، بيقول لي عندي ايرن على شكل كيوب ليه سايد لينس، اللينس بتاعه ب 12 سنتي، والماس بتاعت الكيوب 7 كيلوغرام، والايرن ليه دينستي 7800 كيلوغرام بير متر كيوب، وبيسالني من المعلومات دي اذا كان الكيوب ده سوليد ولا هولو. نفكر فيها ازاي؟ نبدا الاول من فكره ان انا معايا ماس ومعايا دينستي، دول اقدر اجيب منهم ايه؟ ايوه اللي معايا كده مركز الفوليوم. ليه؟ انا عارف كويس قوي ان الدينستي ايكوال ماس اوفر فوليوم، مش هنعيدها تاني عشان تبقى واضحة. الدينستي ايكوال الماس اوف بادي اوفر الفوليوم. يبقى انا لو عايز احسب الفوليوم بتاعه يبقى ايكوال ايه؟ الماس اوفر الدينستي. طيب الماس بكام عندي؟ الماس ب 7 كيلوغرام والدينستي ب 7800، اما اعملهم ديفايدد اقدر احسب الفوليوم اوف كيوب، فالفوليوم بتاعي هيطلع بكام بعد ما اعمل الكالكوليشنز؟ هيطلع معايا ب 8.97 تايمز 10 تو باور نيجاتيف 4 متر كيوبيك. ده المفروض الفوليوم بتاع الكيوب اللي انا لو حسبته من ايه؟ من الماس والدنسيتي. طيب تعالى بقى، هو مديني معلومة تانية ان الكيوب ليه سايد لينس كام؟ 12. طيب ما انا عندي ريليشن بتقول ان الفوليوم اوف كيوب ليه ريليشن في الماثيماتكس اللي هي ايه؟ اللي هي سايد باور 3. تمام. طيب السايد لينس بتاعي بكام؟ ب 12، بس 12 ايه؟ سنتي، فهحوله للمتر تايمز 10 تو باور نيجاتيف 2. بعد كده هعمل كل ده اول باور كام؟ 3، عشان اشوف لو هو على شكل كيوب، لو هو كله من الايرن وعلى شكل كيوب يبقى الدنس الفوليوم بتاعه يطلع بكام؟ هلاقي النمبر يطلع معايا بكام؟ 1.728 تايمز 10 تو باور كام؟ نيجاتيف 3 متر كيوب. طيب سوري معلش. طيب نفهم من كده ايه؟ دي الفوليوم اللي طلع من حسابي للماس والدنسيتي، ده الفوليوم اللي طلع ماثيماتيكالي من الكالكوليشن بتاعه الرول للكيوب. المفروض لو هو سوليد يعني كان كله معمول من الايرن كان يبقوا الاثنين ايكوال، يبقى الفوليوم بتاع الكيوب اللي جاي من الدنسيتي ماس اوفر دنسيتي
قد الفوليوم بتاع الكيوب. لكن بما ان لو انا بصيت هنا الاقي ان الرقم بتاع الفوليوم اوف كيوب اللي احنا حسبناها في اخر ستيب رقميا اكبر من الفوليوم الثاني اللي هو الفوليوم اللي حسبته من الدنسيتي. انا سميت ده فوليوم 2 وده فوليوم 1، ففوليوم 1 اكبر من فوليوم 2، وده معناها ان الكيوب مش معمول كله من الايرون الا كان اداني نفس الريزلت. اذا ده معناها ان الكيوب ده عباره عن ايه؟ عباره عن هولو كيوب، يعني هو من جواه في جزء مش من الايرون ولا كان اداني نفس الفوليوم لما جيت قسته عن طريق الماس والدنسيتي. دي فكره كده سيمبل عن ازاي تستغل الماس والدنسيتي وانك تعرف الحاجه كيوب ولا ده. ممكن طبعا كمان نتاكد منه لو حطيناه في الووتر، شفنا رايزز قد ايه، والمفروض ان الووتر اللي هتديسبليسد اللي هتعلى تبقى قد الفوليوم برضه. هو لو كيوب، لو هولو او كيوب، هيبان عن طريق نفس الايه الفكره. نيجي بقى لنمبر 24. ده سؤال للناس اللي كانت معانا في الجزء الاولاني من محاضراتنا في السنترز، كانت تعرف الفكره دي، احنا ناقشناها مع بعض بطريقه مختلفه شويه. هنا بيقول لي يو شيب تيوب كونتيننج ا كوانتيتي اوف ووتر انذر ليكويد از بورد جرادولي ان ذا اذر او ان وان اوف اتس برانشز. يعني هي تيوب فيها ووتر وليكويد تاني. ذا اوبوزيت جراف شوز ذا ريليشن بتوين ذا هايت اوف ووتر اند ذا هايت اوف ليكويد. هو حاطط الووتر هنا والليكويد هنا، ده على الواي اكسس وده على الاكس اكسس. بيقول لي ان الريليشن دي او ان في لاين طالع ما بينهم جرادولي عامل انجل ايه سيتا، وعايز يجيب ايه؟ عايز يجيب قيمه الريلاتيف دينستي بتاعت الليكويد عن طريق سيتا، يعني من غير مش ارقام، بمعنى للسيتا. طيب الجزء ده ماثيماتكس شويه. المفروض الفكره كلها تعتمد على ايه؟ ان انا لما يديني جراف والجراف ده فيهوش ارقام، ففي الغالب انا بحتاج احسب من اي جراف ايه؟ احسب السلوب. طيب السلوب ماثيماتيكالي لاما باخد، عشان تبقوا عارفين كده، لاما هو عباره عن ريشيو ما بين الدلتا واي اوفر الدلتا اكس. يعني لو عندي نقط بوينتس هنا بحسب، هنا مثلا بقول دي واي 2 هنا ودي هنا واي 1، وبختار قدامها هنا 2 بوينتس مثلا كده دي اكس 2، وهنا نفس الكلام دي بتبقى اكس 1. لو في ارقام بحسبهم بالماينس. طب لو مفيش ارقام بقيس بقى ايه؟ لو جينا شلنا بقى الكلام ده كله هنا، يبقى عندي اقدر اجيب السلوب بطريقه تانية، وهي عن طريق ايه؟ انا عندي انجل ثيتا قدامها اللاين ده اللي بيعبر عن الواي اكسس، والنمبر واللاين ده اللي بيعبر عن ايه؟ الاكس اكسس. طب ازاي اقدر اجيب السلوب؟ بما ان السلوب واي على اكس، فانا ممكن ده بالنسبه لي كده رايت انجل تراينجل. فانا استخدم ايه؟ استخدم التان، لان تان ثيتا ايكوال ايه يا شباب؟ الاوبوزيت على الادجيسنت. الاوبوزيت بالنسبه لي اللي هو مين؟ الواي اكسس اللي هو دلتا واي، والادجيسنت مين؟ الاكس اكسس اللي هو دلتا اكس. اذا السلوب هنا اللي هو واي على اكس هو تان ثيتا لو ما عنديش الا ثيتا. طب هو بيعبر عن ايه؟ الواي هنا اللي هي بالنسبه لي مين؟ الهايت بتاع الووتر، فده الهايت ووتر اوفر مين؟ الاكس الهايت ليكويد. طب جميل جدا ان هايت ليكويد، يبقى تان ثيتا اللي هي السلوب هي هايت ووتر على هايت ليكويد. لما تيجوا تفتكر مع بعض الريليشن، لو عندي يو شيب تيوب وفيها الووتر والليكويد هم اللي موجودين بس، فكنت بقول ان ايه؟ رو ووتر تايمز هايت ووتر ايكوال رو ليكويد تايمز هايت ليكويد. تعالى بقى اعملها لي ريليشن، فما تخلي الهايت ووتر هنا وتودي الهايت ليكويد تحت عشان تبقى نفس الشكل، هايت ووتر اوفر هايت ليكويد هتلاقي ايكوال ايه؟ هتودي بقى، تسيب الووتر، هتسيب الووتر هنا، الليكويد هنا، تودي الووتر في المكان ده، يعني هيبقى يتفضل هنا فوق دينستي ليكويد اوفر دينستي ووتر. تمام كده؟ يبقى انا عملت ايه؟ خدت الهايت ليكويد ديفايدد لايت ووتر عشان يبقى نفس الشكل ده، وخدت الرو ووتر اوفر الرو ليكويد، فبقت رو ليكويد على رو ووتر. طيب ما انا عارف كويس جدا ان رو ليكويد على رو ووتر دي هي هي ايه؟ هي هي الريلاتيف دينستي للليكويد. يبقى باختصار الريلاتيف دينستي للليكويد هي رو ليكويد على رو ووتر، هي هايت ووتر على هايت ليكويد، اللي هي السلوب اللي هو ايه؟ تان سيتا. يعني في الاخر خالص لو انت عايز تعرف الريلاتيف دينستي لليكويد اللي عندي هو بيساوي ايه؟ بيساوي تان
ثيتا اللي هي بتعبر عن السلوب. دايما دي فكرة المسائل الجراف ما فيهاش ارقام، بيبقى الاسلوب عن طريق تان الانجل اللي ما بينهم. اعتقد الناس اللي معانا فاهمة، احنا قلنا الكلام ده كويس قبل كده في مسألة، بس عن طريق الايه، البريشر والهايت. نيجي بقى لاخر سؤال نمبر 27 في الاكزام، وهو برضو سؤال اساي، بس ممكن يبقى فكرة حلوة يجي على سؤال كأنه تشوز. هنا مديني بيقول لي the opposite figure shows a dam of length 500 meter and the depth of water can 80 meter. هو من الشكل ده بيقول لي عايزك تحسب لي الافريج بريشر بتاع الووتر وعايز الافريج فورس، ومديني جيفن الدنسيتي بتاعت الووتر والجرافيتي. طيب هنا كانه مديني لينس وويدث، ده يعتبر بالنسبه لي ويدث او في نفس الوقت هو الايه، الهايت، وده الويدث بتاع الدام. هو عايز يقيس البريشر. طيب البريشر هنا ايكوال ايه؟ البريشر زي ما احنا عارفين ايكوال رو جي اتش دنسيتي تايمز الجرافيتي تايمز الهايت. طيب الدنسيتي بتاعت الووتر بكام؟ ب 1000 او 10 باور 3 تايمز. الجرافيتي بكام؟ ب 9.8 تايمز. الهايت، الهايت هو ايه اللي بكام؟ 80 متر. حد يقول لي ما اخدش ال 500 ليه؟ لا احنا عايزين الهايت، الطول اللي بيضغط بيه، يبقى ليها كام؟ اللي هي 80 متر، ان الدام واقف كده بالطول، وهو طبعا البيز اهي، فده بيأكد لي ان ده البيز، يبقى ده الهايت بتاعي. لما نيجي نعمل الريليشن دي يطلع الرقم بتاعي بكام؟ هيطلع ب 7.84 تايمز 10 تو باور كام؟ 5 نيوتن بير متر سكوير. وزي اتفقنا يطلع كده او يطلع رقم تاني مختلف، يعني في التايم في الباور اوف 10 مفيش مشكله. ثم عايز الفورس اكتنج عليه. طيب احنا عارفين ان الفورس ايكوال ايه، كتبنا بقى كتير الكلام ده، البريشر تايمز الاريا. طيب البريشر بكام؟ احنا لسه جايبينها 7.84 تايمز 10 تو باور 5 تايمز الاريا. الاريا اللي هي ايه؟ اللينس في الويدث او الويدث في الهايت، يعني اللي هي ال 500 متر تايمز ايه، ال 80. هعملهم تايمز بعض يطلع الريزلت بتاعتي بكام؟ تطلع ب 3.136 تايمز 10 تو باور 10 نيوتنز. طبعا سؤال سهل ما فيهوش مشكله، بس ايه، اعرف ان ده الهايت وده الويدث واشتغل عادي مفيش مشكله. يبقى ده السؤال نمبر 27، وبكده يبقى احنا خلصنا الموديل نمبر 3، وان شاء الله نعمل له، هنعمل له ابلودنج وننزل 4 بعديه على طول، عشان اللي عايز يراجع امتحان فيزيكس زي ما قلنا، يعني ما تستخروش يا جماعه، ركزوا واشتغلوا، ده امتحان الفاينل، وان شاء الله باذن ربنا يوفقكم، امتحان يجي كويس. واي سؤال او اي حاجه تحتاجوها زي ما اتفقنا احنا مع بعض موجودين على الجروب بتاعنا على الفيسبوك او على الشانل بتاعتنا على اليوتيوب، اتمنى تخشوا تتفرجوا، واي حد عنده مشكله يبعت لنا. ربنا يوفقكم ان شاء الله، وكل سنه وانتم طيبين. السلام عليكم.